بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده ننقل لحضراتكم مباراه الكره الطائره رجال الاهلي والزهور في الجوله السابعه من المجموعه الاولى، دور الترتيبي طبعا في الدوري الممتاز للكره الطائره رجال. والمباراه ستقام في تمام الساعه الثامنه على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. النادي الاهلي طبعا بيواصل سلسله انتصاراته الحقيقه في كل الجولات اللي فاتت، ست جولات الحقيقه فزنا بنتيجه مريحه جدا وهي 3-0. وزي ما تابعنا حضراتكم اكتر مباراه على شاشه قناه النادي الاهلي، الحقيقه كابتن محمد مصالح ميدو بيعتمد في الفتره دي على الدفع بين الناشئين واللعيبه الصغار، لدرجه ان في لعيبه عندهم 16 سنه شاركوا حتى في المباراه اللي فاتت وادوا اداء جيد جدا. كان منهم طبعا حمزه الصافي وزياد اسامه اللي شاركوا على فترات، وكان محمد طارق الصغير كمان شارك يعني مع الفرقه وكان موجود مع الفرقه في المباراه اللي فاتت، يمكن ما شاركش ولكن كان موجود. اللي قصدي اقول انه دي استراتيجيه النادي الاهلي بالذات في الكره الطائره، الكره الطائره عشان تحافظ على سلسله الانتصارات، انا هنا بتكلم على انتصارات مش موسم واحد، مواسم متتاليه، عشان يحافظ على سلسله انتصارات الكره الطائره سواء رجال او سيدات مواسم متعدده ومتتاليه، لابد ان تكون هذه الاستراتيجيه. الاستراتيجيه هي الدفع بالصغار مع الكبار، يعني لما نشوف النهارده حمزه وزياد بيلعبوا جنب عبد الله عبد السلام واحمد صلاح اكيد بيكتسبوا خبرات، اكيد هيجي اليوم اللي هم هيرفعوا اللواء او هيبقوا هم الكبار وهم النجوم وهم الاساطير. في الوقت ده انا بالحاجه دي او بالوضع ده اقدر احافظ على سلسله انتصاراتي سنين طويله، وهي ده الكره الطائره صاحبه الارقام الكبيره سواء الرجال اكتر من 100 انتصار، وده يعني مسجل في موسوعه جينيس باسم الفريق الاول للكره الطائره رجال. وايضا السيدات عندنا اكتر من 77 انتصار، 76 احنا حققنا 77 انتصار، يعني تخطينا الرقم المسجل في موسوعه جينيس. اذا الكره الطائره تتحدى نفسها في النادي الاهلي، ودي الاستراتيجيه، الدفع بالصغار مع الكبار، وقت الجد بيجي الكبار يشيلوا في المباريات المهمه عشان نعدي عنق الزجاجه، وبعد كده الكل بيرجع يشارك. النهارده منتظر النهارده من كابتن محمد مصالح ميدو انه يشارك الصغار ايضا ويشارك الجميع. الحقيقه هو بيعمل روتيشن كامل لان عندنا الدوري السنه دي دوري صعب، يعني عندنا المجموعه دلوقتي احنا ستة في المجموعه، هنستعرضها مع طبعا ضيوفي في الاستوديو التحليلي اللي هينوروني بعد الفاصل، هنستعرض المجموعه والفرقه اللي معانا، هنطلع مع ثلاث فرق هيجونا من المجاميع الاخرى هنلعبهم ايضا رايح جاي في الدور الثاني، وبعد كده هنترتب من 1 لـ 8، وبعد كده هنلعب بلاي اوف، وبعد كده هنلعب سيمي فاينل، وبعد كده هنلعب فاينل، يعني دوري طويل موسم طويل. والكاس نفس الكلام هيكون في اشتراكات هيتخللها طبعا بطوله افريقيا وبطوله العربيه، ده في حاله انها لعبت يعني ما تمش الغائها زي كره اليد، لان طبعا تعرفين حتى كره اليد لغت بطوله افريقيا بدون ابداء اسباب يعني طبعا، ولكن وارد جدا البطولات تتلغي، بس احنا المضمنينه الدوري والكاس انما في اليد طبعا اجل غير مسمى ما نعرفش طبعا ممكن يحصل ايه، ولكن احنا على الاقل في مصر ضامنين للفرقه اللي بتلعب دي بطولتين، الدوري والكاس، جالنا بطوله عربيه اهلا وسهلا، جالنا بطوله افريقيه اهلا وسهلا، احنا ان شاء الله قدها باذن الله. وغالبا يعني كمان البطوله العربيه تبقى في شهر 2 في تونس، هو ده الكلام والاغلب والارجح. هتتلعب احنا لسه بادي، احنا فين وفبراير فين، بس هي اتحددت من دلوقتي ان هي فبراير، هل هتتلعب؟ الله اعلم. مواعيد بتتحط استيميتد تايم او بتتحط مواعيد مبدئيه، ولكن في الاخر بتيجي قبل البطوله بوقت قياسي او وقت ضيق، بتبتدي تحدد اذا كانت هي يعني هتتكمل ولا لا، وخلينا نشوف ان شاء الله اللي جاي ايه باذن الله. ولكن الفرقه مركزه دلوقتي في بطوله الدوري والدور الترتيبي، نطلع ان شاء الله اول المجموعه، ده هيريحنا جدا في اللقاءات الجايه اللي هيكون ان شاء الله غالبا هينضم لينا طلائع الجيش في المجموعه او الدور اللي بعد كده، وهتبقى فرقه محترمه طبعا، وطبعا اكيد هيبقى مباراه قويه. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان استقبل ضيوفي، ضيوف الاستوديو التحليلي، عشان نتناول مباراه الاهلي والظهور زي ما قلت لحضراتكم في الجوله السابعه، هنتناولها تحليليا وفنيا من كل الجوانب مع ضيوفي الكابتن كريم جمعه نجم النادي الاهلي السابق وكابتن نشأت طلعت، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنفكركم ان شاء الله النهارده هننقل لحضراتكم مباراه الكره الطائره رجال في الجوله السابعه الاهلي والظهور. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراه ستقام في تمام الساعه الثامنه، يعني بعد حوالي 45 دقيقه تقريبا او 50 دقيقه من الان، واللي مش هيقدر يشوفها على شاشتنا على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعها على صفحتنا على الفيسبوك او على على قناتنا يوتيوب شانل، يقدر كده او كده، بحيث ان احنا حريصين اكثر الحرص ان انتم تكونوا متابعين المباراه
في كل مكان. في البدايه برحب بضيوف اللي منورينا، ضيوف الاستوديو التحليلي. برحب بكابتن نشأت طلعت نجم نجوم النادي الاهلي السابق. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منورنا في قناتنا. الله يخليك. تسلم لك. برحب بكابتن كريم جمعه نجم نجوم النادي الاهلي السابق. اهلا بك يا كابتن كريم. اهلا بك كابتن هيثم. منورنا النهارده. ومشاهدي قناه النادي الاهلي، وان شاء الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي وقناه الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كما تعودنا يا كابتن في البدايه اهميه المباراه، يعني المباراه بتيجي في الجوله السابعه، شايف المباراه ازاي واهميتها ايه للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا النهارده المباراه في المجموعه في الدور السابع، المباراه السابعه. طبعا احنا فوزنا في الست مباريات اللي فاتت بنتيجه 3-0 للنادي الاهلي، يمكن ما خسرناش ولا شوط. مع اقتراب خلاص ان دوري المجموعات بينتهي، فيمكن خلاص شكل المجموعه بدا يوضح ان النادي الاهلي خلاص في المركز الاول، يلي نادي سبورتنج في المركز الثاني، يمكن نادي هليوبلس هو اقرب الفرق للمركز الثالث. فيمكن المباراه النهارده ليها اهميه كبيره لنادي الزهور، بحيث ان احنا ناقص خلاص 3 جولات، فيقدر على قد ما يقدر ان هو يجمع من اشواط ان دي ممكن تفيده بعد كده في المواجهات المباشره مع نادي هليوبلس. فطبعا الدور الاولاني كابتن محمد مصلحي استكمالا للمباراه اللي فاتت بيشرك العناصر الشابه. يمكن الماتش اللي فات كان زياد اسامه كان نجم المباراه، محمد طارق شارك في المباراه، عبد الرحمن الحسيني. فيمكن الاستفاده الاكبر طبعا للناشئين، ويمكن النهارده ممكن نشوف برضو اشراك للناشئين برضو زي حمزه الصافي. فان شاء الله تكون استفاده للاعيبه الناشئين اكتر من اللاعيبه الكبار. اكيد ان شاء الله. كابتن نشأت، راي حضرتك ايه في المباراه النهارده؟ هل تتفق مع كابتن كريم ان خلاص طبعًا المجموعه تم حسمها ولا لسه في كلام؟ لا، لو بالنسبه للنادي الاهلي خلاص النادي الاهلي كده ضمن ان شاء الله، بس هي الترتيب في اللي بعده ان نادي الزهور عايز يحقق حاجه، عايز يطلع من الادوار اللي كان فيها. التملي كان بياخد 17، فكان انا عايز يحقق حاجه، جاب لعيبه جديده، جاب ناس تقيله على استعداد ان هو يحسن من مركزه. يعني فعلا الزهور ضم مجموعه من اللاعبين الجديد، احنا هنستعرض طبعا اكيد القايمه. جاب ولكن جاب يعني في حوالي 4-5 كمان على امل يحسن ترتيبه في الجدول. في الجدول بالظبط كده. واحنا حتى يعني احنا لو الجدول باين بتاع المجموعه يا جماعه جاهز معاكم، يا ريت يعني تبلغوني عشان لو نقدر نستعرضه مع الساده المشاهدين، بحيث ان احنا نقول لهم الجدول او نستعرض معاهم جدول المجموعه، موقف المجموعه ايه. طيب ممكن حضرتك يا كابتن كريم يعني تستعرض معانا اهو ده ترتيب المجموعه اللي فيها النادي الاهلي، نقول مين الاول ومين الثاني، ومع الساده المشاهدين عشان نعرفهم موقف النادي الاهلي وموقف الزهور قبل المباراه. اكيد طبعا النادي الاهلي في المركز الاول ب 18 نقطه، له 450 نقطه وعليه 241، ولعب 6 مباريات فاز في الست. لعب 6 مباريات فعلا، كسب 6 مباريات. يليه نادي سبورتنج في المركز الثاني، فاز في 5 مباريات وهزيمه واحده كانت من النادي الاهلي، ليه 15 نقطه، ليه 443 نقطه وعليه 411. يليه نادي هليوبلس في المركز الثالث، 4 مباريات فوز، 2 مباريات هزيمه، 12 نقطه، ليه 404 نقطه وعليه 376 نقطه. يليه نادي الزهور في المركز الرابع، لعب 6 مباريات، فاز في 2، هزيمه في 4 مباريات، ليه 5 نقط، ليه 454 نقطة وعليه 522. يليه نادي الإعلاميين في المركز الخامس، 6 مباريات، فوز 1 و5 هزايم، ليه نقطتين، له 386 نقطة وعليه 495. في آخر المجموعة نادي اسكندرية البترول ب 6 مباريات ب6 هزايم، ليه نقطتين، له 409 نقطة وعليه 501 نقطة. تمام، تسلم ايدك يا كابتن. وخلينا اتكلم مع كابتن نشأت، يعني يمكن الزهور برضو الموضوع يعني هو اللي هيتأهل من المجموعه الثلاثه الاولانيين. صح مظبوط يا كابتن. تمام. طيب احنا دلوقتي الاهلي خلاص ضمن، سبورتنج ضمن، هليوبلس بتهيألي ضمن، يعني الزهور بينه وبين الهليوبلس، يعني هليوبلس كسب حوالي 7 في 7 بونت فرق كبير يعني. بالظبط، ان هو عشان يحصل لازم يكسب الماتشات اللي جايه كلها. بالظبط، فالماتشات اللي جايه كلها تقيله على نادي الزهور، منهم الماتش النهارده فهو خسر النهارده. فهتبقى النهارده الدنيا هتبقى صعبه بالنسبه له، بس هو بيحاول يحسن في الدور اللي جاي. الترتيب العام بتاعه، ايوه، يعني الترتيب العام هو على طول بياخد ال 17 ال 18، اوقات كان بيلعب على الهبوط، فهو دلوقتي دعم الفريق بعناصر عشان يقدر بدل ما يبقى ال 17 يبقى ال 14 13. فبناء على كده اضاف العناصر الجديده دي. يبقى هو هدف الزهور النهارده او داخل المباراه بمنطلق ان هو مش هدفه التاهل،
لا لا صعب مع الاول ثالث المجموعه مثلا مش اول وثالث ولكن هو هدفه انه لما يلعب على ترتيب المراكز يحسن مركزه احسن من السنه اللي فاتت وتبقى على الاقل خطوه للامام. كمان بتبقى استفاده لان هو بيلعب مع نادي كبير زي النادي الاهلي فبيبقى بالنسبه للعيبه بتاعته احتكاك جامد بيكتسبوا خبره يكتسبوا مهاره احسن لان برضو في النادي الاهلي في يعتبر احسن لعيبه في مصر كلها صحيح من كابتن عبد الله كابتن احمد صلاح صحيح. وخلينا اقول يا كابتن برضو ملاحظه كده يعني طبعا حضراتكم اساتذتنا طبعا في الفولي بول بس انا عندي ملاحظه كده النادي الاهلي عليه 241 نقطه يا جماعه لو ينفع نجيب الجدول تاني معلش عشان في الارقام لا تكذب فاحنا عايزين نقول بالارقام كده وضع النادي الاهلي عشان نعرف النادي الاهلي فين. في النادي الاهلي عليه 241 نقطه تمام اقرب المنافسين ليه هو نادي هليوبلس نادي سبورتنج سبورتنج لا نادي اليوبلس عليه من حيث 300 من حيث الدفاع عليه 376 نقطه نادي اليوبلس مش سبورتنج بالظبط مظبوط فاذا النادي الاهلي بيجي تقريبا فرق 70 نقطه كدفاعيا تمام هل ده مؤشر النادي الاهلي دفاعاته قويه جدا في كره القدم؟ اكيد طبعا أكيد. يمكن كابتن محمد مصلحي بيعتمد اعتماد كلي على الارسالات الصاحقه والحائط الصد العالي يمكن ده اول خطوط الهجوم الارسال القوي وحائط الصد فده مترجم بالتالي في عدد النقاط اللي ليك واللي عليك يعني انت عليك 241 نقطه تمام فده ده ان يدل ان انت عندك دفاعات قويه جدا اقل الفرقه استقبلت نقاط أكيد. في المجموعه كلها اكيد يمكن دي 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 دي, دي ميزه طبعا لينا ان احنا ارسالنا قوي خط صد بتاعنا قوي فيمكن اقرب المنافسين لينا في فرق 70-80 بونت فده طبعا رقم كبير وان يدل على الفرق المستوى ما بين النادي الاهلي واقرب المنافسين ليه. نعم طب كنت نشأت راي حضرتك ايه هل الدفاعات دي يعني او الارقام دي تدل على قوه دفاع النادي الاهلي يعني عشان تجيب نقطه في النادي الاهلي بيبقى موضوع صعب بيبقى الموضوع صعب جدا مش بسهوله ان كره تعدي من البلوك ولا تنزل ديفنس فلا النادي الاهلي مميز بالارسالات الجامده جدا بيضغط على المهاجم او بيضغط على المهاجم بلوكاته بسم الله ما شاء الله بلوكات دفاعه ديفنساته فصعب ان انت تعوض الفرق ده مع النادي الاهلي او تجيب بونت سهل في النادي الاهلي. طب قول لي يا كابتن برضو هنروح للهجوم يعني احنا اتكلمنا في الدفاع النادي الاهلي اقوى دفاع في المجموعه في الهجوم النادي الاهلي سجل 450 نقطه تمام 450 نقطه يليه على طول سبورتنج 443 نقطه هل ده يعني يقول ان مثلا ان هجوم سبورتنج برضو جيد ولا يعني رايه يعني اصل خلي بالك سبورتنج يعني مقربين جدا مقربين يعني فرق 7 نقاط فرق 7 نقاط من 450 اصل 450 دي نسبه لا تذكر تمام فهنا اقدر اقول ان النادي الاهلي دفاعاته او هجومه هجومه في حاجه ان احنا نركز اكتر ولا ده نسبة طبيعية؟ لا هو بص النادي الأهلي عنده قوة ضاربة جامدة جدا تتمثل في أحمد صلاح عبه ضريبة أربعات عندنا جامدين جدا فهو النسبة دي مش بعيدة ومش قليلة يعني حضرتك شايف النسبة دي معقولة ده معقولة المعدلات الطبيعية معقولة بس بالنسبة للنادي الأهلي برضو لما بيلعب وبيجيب بنقط وقادر ان هو يعمل فرق كبير قوي في النقاط يعني افهم من حضرتك انه على حسب يعني برضه عشان المجموعه مريحه وبنشارك عشان المجموعه مريحه فبيشارك ناشئين كتير يعني حمزه الصافي 16 سنه زياد اسامه لعب الماتش اللي فات زياد اسامه محمد طارق فبرضه كابتن ميدو عنده بيدعم الناشئين نعم فده برضه بيدي قريب يجيب بونت يجيب الثاني كناشئ لسه اول مره يلعب درجه اولى بيبقى خايف صحيح بيبقى قلقان مش عايز يغلط نعم فده بيسبب برضو ان البنات دي بتفرق ومع ذلك احنا اعلى هجوم يعني مزبوط. مع اللي كابتن نشأت بيقولوا ان اللعيبه بتشارك وقلقانه ولسه مزبوط. مش واخده مع ذلك احنا جايبين 450 نقطه كاعلى هجوم في المجموعه يعني دائما ابدا الارقام لا تكذب في الوقت اللي احنا الحمد لله ما خسرناش اي شوط مزبوط. يعني يا كابتن احنا ما فيش اي شوط خسرناه في الست مباريات اللي فاتت الحمد لله ان شاء الله نتمنى النهارده تبقى نظيفه. كابتن نشأت استاذن حضرتك نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لطاقه رجال الاهلي اتفضل يا كابتن هو طبعا مدير فني كابتن محمد مصلحي مدرب عام كابتن تامر تايجر مدرب كابتن محمود جمعه مدير اداري كابتن خالد ابو زينه اداري كابتن ايمن علي دكتور الفريق ايهاب فخر الدين الدكتور طبعا كابتن سامح ظلام الدكتور العظيم مخطط احمال حسن عبد المجيد حسن عبد المجيد طبعا محلل تقني كابتن محمود الوزيري كابتن مكي مدلك احمد رشاد
مهمه مسؤول عن حاجه كبيره برضو. لا لا ده مهمات في الفولي بول صعبه قوي. المهمات قصه كبيره بالذات مع النادي الاهلي وتصوير وبالذات مع النادي الاهلي. بالذات مع النادي الاهلي طبعا طبعا. انا عايز اقول بس للمشاهدين ان احنا بنقول كده عشان يمكن حضراتكم يعني تبقوا عارفين، احنا لما بنخش تمرين الفولي بول بنلاقي كاميرات وتلفزيون وحاجات متعلقه اللعيبه، قياسات الحركه، الموشن، اللعيب بيضرب ويجري يبص على المونيتور يشوف هو بيضرب ازاي. الفولي بول الحقيقه انا كنت لما بتمرن قبلهم ولا بعديهم بقول يا ربي طب احنا ما عندناش باسكت الكلام ده ليه؟ فيعني كان بيبقى الموضوع الموضوع كان بيبقى يعني داتا فولي بقى حاجه مناسب جدا جدا يعني. بقى عنصر اساسي دلوقتي. فعلا. يعني الداتا فولي دلوقتي بقى عنصر اساسي في اللعب. صحيح. ما بقاش اوبشن او بيطور. لا لا انت من غيره مش هتعمل حاجه. بالظبط. من غيره مش هتقدر تعمل حاجه. طيب. هو ده على مستوى العالم كله دلوقتي. ويمكن الجهاز الفني اللي احنا قلناه يمكن الجديد هو كابتن محمود الوزيري. كابتن محمود الوزيري. التقني هو اول التقني. اول سنه ليه. اول سنه ليه مع كابتن ميدو. كابتن ميدو. هو كان شغال مع في نادي الجيش. كابتن ابراهيم فخري. مع كابتن العظيم. طبعا استاذنا وقدوتنا كابتن مريم. طبعا كابتن مريم فخر الدين يعني. هو كان شغال مع نادي طلائع الجيش وانضم لنادي الاهلي. وانضم للنادي الاهلي. طب كابتن كريم اجي لحضرتك نستعرض الجهاز الفني لنادي الزهور اللي هو يعني المفروض جهاز فني اكيد على اعلى مستوى لانه السنه دي طبعا نادي الزهور برئاسه المستشار دمرداش الحقيقه مدي دعم للكره الطائره وكان اوله دعم بالجهاز الفني على قدر. اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني لطائره الزهور كابتن هاني عبد الحميد مدير فني، كابتن محمد رشدي مدرب عام، كابتن تامر ممدوح عبد الفتاح مساعد مدرب، محسن حسن عبد الرحمن مدير اداري، علي عادل علي اخصائي علاج طبيعي. تمام يا كابتن. وكابتن هاني عبد الحميد مدرب منتخب الشباب 21 اللي فاز معاهم بطوله افريقيا واللي زينها علاقات النادي الاهلي. مظبوط. هو كابتن هاني هو مكان بس هو ما كانش ماسك الزهور او اول موسم ليه مع نادي الزهور. مظبوط. هو كان في الامارات ورجع لمنتخب مصر. مظبوط. ودلوقتي هو مدير فني لنادي الزهور. نعم. وكابتن محمد رشدي يعني هل كان مع الزهور قبل كده ولا حضرتك ما عندكش معلومه؟ لا كان مع الزهور السنه اللي فاتت. كان مع كابتن احمد عاشور. كان مدرب عام برضه. كان مدرب عام. وكابتن تامر ممدوح برضه كان موجود ولا ده قدم معك او قدومه كان مع كابتن هاني ولا لا؟ لا تقريبا جاي مع كابتن هاني. هو بالتالي برضه يعني جهاز فني على مستوى واضح جدا يعني ان هو في هنا شغل واضح انه يعني بي 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 يعني ودي حاجه تسعدنا ان الفرق بتدور على الاحسن وبتدور اكيد اكيد كله بقى بيدور دلوقتي على التكنولوجيا والمدرب الاحسن والمدرب الاقدر ان هو يتعامل مع الفريق دلوقتي او مع النادي اللي هو ماسكه. ان كل نادي وكل فرقه ليها خصائص كده معينه. كابتن هاني طبعا لسه راجع من البطوله كان كسبانها، فان هو يجي يمسك نادي الزهور فلا اكيد هيطور، اكيد ضاف عناصر جديده. واحقاقا الحاجه يا كابتن انا كنت امبارح بامانه في نادي الزهور الصراحه يعني وكنت بحضر بطوله الاسكواش بتاعه نادي الزهور. الحقيقه النادي يعني في طفره كله أكيد. يعني وده باين في النشاطات الرياضيه يعني بنلاقي نادي الزهور دلوقتي في نشاطات كتيره جدا بقى بيخش في ليفل وفي درجات اعلى من اللي كان فيه قبل كده. فالحقيقه يعني ده بيسعدنا لما نلاقي الانديه اللي المفروض كانت اجتماعيه لما تخش عالم الرياضه بقوه كده. مظبوط. ده بيبقى اكيد في الاخر اضافه لمنتخبات أكيد. مصر اكيد اكيد, أكيد يعني أكيد. طب كابتن كريم يمكن اجي لحضرتك برضو ولا خلينا مع كابتن نشأت يمكن نبتدي مع حضرتك. خلينا قائمه طائره رجال الاهلي بقى نبتدي معاك ايه الرجال ونبتدي معاك قائمه اللاعبين بس نبتدي بقائمه طائره رجال الاهلي. اتفضل يا كابتن نشأت. طبعا كابتن عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو، احمد صلاح، محمد عصران، عبد الرحمن الحسيني، محمد معوض، محمد عادل، احمد عبعال، حسام يوسف، يوسف مرجان، محمد عبد المنعم المحسن ده سنتر بلوك برضو كويس، محمد رمضان مستقبل ليبرو طبعا هايل هايل، احمد سعيد طبعا ضارب من قوه ضاربه جدا في النادي الاهلي، زياد اسامه اللي كنا بنتكلم عليه صحيح. ناشئ نتمنى ان هو يعني يبقى خليفه احمد صلاح. نعم ان شاء الله نتمنى ان شاء الله. دول 14 لاعب. طب تعليقك عليهم يا كابتن كريم. طبعا طبعا احنا النهارده يشهد مباراه النهارده عوده طبعا كابتن احمد صلاح بعد الاصابه اللي كانت عنده المباراه اللي فاتت. فطبعا كابتن احمد صلاح طبعا عوده كابتن احمد صلاح عوده طبعا كابتن محمد معوض بعد الحادث اللي حصل له طبعا. فدي كده عنصرين مهمين جدا. عوده طبعا كابتن حسام يوسف صانع الالعاب. نعم كان عنده التهابات بالرقبه برضه. مظبوط. فاحنا دلوقتي عندنا ثلاثه من الركائز الاساسيه في الفرقه ما شاء الله رجعوا تاني لقائمه المباراه.
فيمكن ده عنصر قوه واضافه قويه للفريق في مباراه النهارده طبعا. طب خلينا برضو يا كباتن ناخد رايكم في مجموعه من اللاعبين قبل ما نروح طبعا لقائمه الظهور. في مجموعه من اللاعبين كانوا اعارات السنه اللي فاتت، برضو نعرف الساده المشاهدين ومين اللي رجع ومين الصفقات الجديده، يعني نقول المعارين واللي رجعوا ونقول كمان الصفقات الجديده نعرفهم للساده المشاهدين او نذكرهم بيهم. اتفضل. طبعا هو الاعارات كان مرجان، يوسف مرجان كان معار السنه اللي فاتت، كان معار السنه اللي فاتت اه تمام، ورجع على فكره ادى اداء كويس المباراه اللي فاتت جدا. بلاي ميكر محترم صانع العاب جيد جدا، وهو قدم مباراه كويسه الماتش اللي فات، نتمنى ليه التوفيق النهارده ان شاء الله. الاضافه اللي هي جت السنه دي عصران تمام، ومؤدي اداء كويس لغايه دلوقتي ما شاء الله عليه. هو خلينا متفقين، بس اي حد يلبس الفانله الحمراء بيتحول. وهم لا، بس هم بامانه يا كابتن، هم رجاله عشان معاهم مدرب محترم طبعا. يعني كابتن ميدو طبعا. انا حضرته في الملعب، ما بيستهنش باي حاجه، ما عندوش ماتش ضعيف، ماتش جامد صحيح، بينزل الملعب. كابتن ميدو كان مثل الاعلى يعني مثل الاعلى للناس كتير باخلاقه وفنياته وكل شيء، عنده الفايتر في الملعب ده شيء اساسي. نعم. فالراجل لازم هو اللي هيلعب في الملعب بس. واحنا بنحاول، كمان احنا كمدربين انا وكابتن كريم في النادي الاهلي نزرع الحته دي في الناشئين، وده واجب طبعا، وده صحيح، وده اهم 100 مره كمان من فنيات، لان يعني بعد كده الفنيات بتيجي بالظبط. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم تغطيتنا المستمره لمباراه الكره الطائره رجال الاهلي والظهور التي ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل تمام الساعه 8. هنكمل مع حضراتكم طبعا تغطيتنا المستمره وتحليلنا لهذه المباراه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بفكركم ان شاء الله النهارده مباراه الاهلي والظهور للكره الطائره، هنلاقي حضراتكم على الهواء مباشره من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والمباراه تكون الساعه 8 ان شاء الله، يعني بعد دقائق من الان. خلينا نروح لارض الملعب وزملائي الاعزاء محمد توفيق ومريم سميح عشان ننقل لحضراتكم كل الاجواء من هناك. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وضيوفك الكرام في الاستوديو كابتن نشأة طلعت وكابتن كريم جمعه، وكل جماهير النادي الاهلي بتتابعنا من خلال برنامج او استوديو الابطال. يتجدد اللقاء وجوله جديده ومباراه الاهلي والظهور في اطار مباريات الجوله السابعه للمجموعه الاولى في الدور التمهيدي الاول للدوري الممتاز الف للكره الطائره. طبعا زي ما احنا تابعنا الفتره اللي فاتت وحضرتك واستوديو التحليل المتميز ومتابعه نتائج فريق الطائره، يمكن الفريق الحمد لله ماشي بشكل اكثر من رائع. طبعا برحب بزميلتي مريم سميح، الحمد لله على السلامه مريم، نورت الشاشه من تاني. يعني كلمينا بقى عن الاهلي وسعادته المباراه والارقام بتاعه الفريق هذا الموسم. الله يسلمك يا محمد، طبعا يعني مساء الخير عليك، مساء الخير عليك يا كابتن هيثم، ومساء الخير على طبعا نجوم الاستوديو التحليلي كابتن نشأة طلعت وكمان كابتن كريم جمعه. يمكن لو هنتكلم عن مشوار الاهلي يعني في الدور او في الجوله السابعه، الحقيقه ان كل الجولات الماضيه او الجولات السته الماضيه الحقيقه ان الاهلي قدر ان هو يفوز فيها. لو استعرض يعني مشوار الاهلي في المجموعه الاولى او بالجولات حتى الماتش الاخير او المباراه الاخيره، الحقيقه ان هو اكتسحهم جميعا. يعني يمكن في الجوله الاولى امام الاعلاميين كان نتيجه 3-0، ايضا بنفس النتيجه قدر الاهلي ان هو يفوز على الظهور، وكمان في جولته الثالثه قدر ان هو يفوز على طبعا يعني اسكندريه البترول، وفي جولته الرابعه بنفس النتيجه 3-0 قدر ان هو يفوز على هليوبلس، وامام سبورتنج ايضا حقق نفس النتيجه في الجوله الخامسه، وفي الجوله السادسه والاخيره قدر ان هو يحقق نفس النتيجه ايضا 3-0 امام نادي الاعلاميين. الحقيقه يعني ان النادي الاهلي او الماسترز مقدمين اداء كبير جدا واداء مخلينا كلنا فخورين بيهم، والنهارده ان شاء الله يستكملوا هذا الاداء. الحقيقه ان هم نظرا ل يعني طبعا يا محمد زي ما احنا عارفين النظام الجديد البطوله، هم طبعا اللعيبه كلهم بيتكلموا انه هي بطوله طويله، ولكن ده يعني مش مناعهم او فكره ان هم فازوا بكل البطولات الماضيه، ده بالنسبه لهم ما قلش من الحماس او بالنسبه لهم هم ضامنين البطوله، ولكن هي بطوله بالنسبه ان هي طويله، وبالنسبه للنظام الجديد هم مركزين في مباراه تلو الاخرى بشكل منفرد تماما، وده بالنسبه لهم يعني هو اللقب الخامس، هو يعني نصب اعينهم وهو التركيز الاول والاوحد.
بالفعل يا مريم زي ما قلت، يمكن كمان زي ما اتكلمنا كابتن هيثم في الاستوديو التحليل السابق ان كابتن محمد مصلحي بيحاول بس مش الاستفاده بالنتائج وتحقيق 3 نقاط في كل مباراه، ولكن طبعا زي ما شفنا المباراه اللي فاتت الدفع باكثر من لاعب سواء الناشئين او كمان اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه. كمان منافس النادي الاهلي النهارده يمكن فريق الظهور نتكلم عنه زي ما تعودنا كابتن هيثم ونديهم برده حقهم. يمكن فريق الظهور ده خامس موسم على التوالي ليه في الدوري الممتاز الف، يمكن بالتحديد صعد للدوري الممتاز الف موسم 2015 2016. الفريق يمكن انهى البطوله الموسم الماضي في يعني المركز ال17. طبعا اتكلمت مع المدير الفني للفريق كابتن هاني عبد الحميد، قال لي طبعا احنا بنلعب النادي الاهلي وفريق كبير ومتصدر المجموعه وكمان حامل لقب اخر 4 بطولات، فطبعا انا بس كل اللي يهمني النهارده نعمل اداء كويس يكون احتكاك قوي للاعبين، وهدف السنه دي هو البقاء في الممتاز واللعب كمان من المركز يعني يكون من ضمن ال 12 الاوائل في المسابقه والبقاء ضمن فرق الممتاز الف، خاصه ان زي ما قلنا مريم ان نظام البطوله السنه دي نظام جديد ويمكن في صعوبه كتير جدا ان الفرق كلها هتلعب بعض وهيبقى المشوار طويل على مدار الموسم. يمكن الفريق كمان استعد الموسم دوت بصفقات كتير جدا، يمكن مع عمر صالح قدم من الاتحاد، محمد رفعت من القناه، مروان شوقي من شرقيه الدخان وده كان احد ناشئين النادي الاهلي، احمد هشام ده برده قادم من النادي الاهلي بعد صعوده للدرجه الاولى تم الاستغناء عنه مقابل النادي الاهلي وبيلعب السنه دي في صفوف الظهور. كمان سيد ميديان قادم من الصيد، حسين علي قادم من الترسانه، سيد مجدي قادم من طنطا، وخالد عادل قادم من هليوبلس. طبعا دي كلها تدعيمات في يعني سبيل ان الفريق يحقق طموحه السنه زي ما قلنا يبقى من ال 12 الكبار ويبقى في صفوف الدوري الممتاز. يعني كمان مريم كلمينا بقى اكتر عن فريق النادي الاهلي، ويمكن كان في اصابات الفتره اللي فاتت، طمنينا على اللاعبين ومين موجود ومين لسه خارج القائمة. يمكن النهارده يعني يا كابتن هيثم بوضح لك بوضح لكل جماهير استوديو تحليل الابطال ان زي ما في ماتشات ذهاب وعوده ايضا الاصابات النهارده ذهاب وعوده، يمكن النهارده يعني هي المباراه الثانيه في العوده بالدور التمهيدي. النهارده الحقيقه ان في عوده او اكثر من عوده لاكثر من لاعب هامين جدا في صفوف الفريق، وده طبعا هيشكل فارق كبير في المباراه ان شاء الله. وهي اصابه واحده فقط طبعا لعبد الرحمن سعودي يعني ضرب من مركز 3 او السنتر بلوك، يمكن هو بيعاني من شرخ في احد اصابع اليد، ويمكن كمان اتكلمنا مع الجهاز الطبي. الحقيقه ان اصابه يعني عبد الرحمن هتستغرق او هيستغرق علاجها من 3 إلى 6 أسابيع، ولكن بقى يعني الاخبار المبشره ان احنا عندنا 3 لعيبه مهمين جدا الحمد لله بيسجلوا عودتهم النهارده، يمكن على راسهم طبعا نجم الفريق يعني أحمد صلاح بعد ما كان بيعاني من التهاب أو كمان شكوى في عضلات الظهر. الحقيقة أن كابتن أحمد غاب عن المباراة الأخيرة فقط وهي مباراة نادي الإعلاميين، ولكن كمان على الجانب الآخر بعد غيابه عن مباراتين هيعود مرة أخرى كابتن محمد معوض، بنقوله طبعا الحمد لله على السلامة بعد ما حضرتك انفردت طبعا بكل تفاصيل الحادث يعني المؤلم اللي اتعرض ليه، ولكن الحمد لله يعني ربنا أراد له النجاة، وغاب طبعا عن آخر مباراتين يمكن مباراة سبورتينج وأيضا مباراة الإعلاميين. يا محمد الحقيقة كان في بعض الكدمات وبعض الغرز وكدمات ويعني في مناطق متفرقة من الجسد، وده طبعا هذه الكدمات حالت دون مشاركته في آخر مباراتين. كمان العودة الأخيرة النهاردة إن شاء الله هتكون من نصيب يعني أحمد قطب بعد ما كان بيعاني في التهاب في الكتف. الحقيقة أن طبعا عودات مهمة جدا يا توفيق، إن شاء الله نشوف مباراة كبيرة جدا يا كابتن هيثم بعد عودة هؤلاء النجوم. طبعا أنا وزميلي توفيق موجودين مع حضرتك على مدار المباراة لو في أي استفسار. طبعا مريم سبيح بشكرك وبقولك الحمد لله على السلامة، نورت الشاشة من جديد واحنا طبعا كلنا معاكي، وان شاء الله تفضلي دايما يعني معانا كده وتتغلبي ان شاء الله دايما على احزانك باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا محمد توفيق ومريم سميح من ارض الملعب، ودي كانت كل الاجواء الحقيقه قدرنا ننقلها لحضراتكم بالتفصيل. وزي ما شفتوا في الخلفيه الفرقه بدات تسخن، بداوا الاوترنجات خلاص يعني بتهيألي دقائق وتنطلق المباراه، ودي لقطات من ارض الملعب من طبعا يعني صوره اوضح للملعب كله، خلاص بدات التسخين بالكره ان شاء الله ربع ساعه وهننطلق احداث المباراه. اجي الكابتن كريم في الاستوديو. كابتن كريم يمكن محتاجين نستطلع ايضا قائمه رجال الظهور ونعرف كمان ونعرف الساده المشاهدين زي ما طبعا زملائي العزيزين طبعا من ارض الملعب وضحوا مين الصفقات الجديده. اتفضل يا كابتن كريم. طبعا قائمه طائره الظهور محمد رفعت محمود ضارب مركز 4، احمد حسن محمد صانع العاب، احمد هشام محمود ليبرو ده كان من ناشئين النادي الاهلي، عمر احمد صالح ضارب مركز 2، محمد عبد الفتاح حسن ضارب مركز 2، محمد عبد المنعم عبد الحميد ضارب مركز 3، عبد الرحمن خالد صلاح ضارب مركز 3 وده من ناشئين برضو النادي الاهلي، نعم، خالد شاهين فوزي ضارب مركز 4، محمد محمود بخيت صانع العاب،
محمد طارق، محمد بدر صانع العاب وده من ناشئين برضو النادي الاهلي، احمد شريف حسن ضارب مركز 4، محمود محمد منير ضارب مركز 4، حسين محمد علي ضارب مركز 3، سيد مجدي عبده ليبرو فريق، خالد عادل حسين ضارب مركز 3، مروان صلاح الدين شوقي ضارب مركز 4، وكان من ناشئين النادي الاهلي ولعب في فريق الاول وحصل على بطوله افريقيا مع النادي الاهلي سابقا. نعم يعني الظهور فريق يعني بيتهيألي من يعني مستوى السنه دي افضل بكتير، يعني ممكن النهارده نشوف مباراه اقوى شويه من مباراه الالمين اللي فاتت ونشوف بعض النديه على فاضل فترات بتهيألي، يعني ده توقعي، ما اعرفش رايك ايه يا كابتن كريم. اكيد طبعا، يعني يمكن على الورق فريق نادي الزهور عنده خبرات كتيره، لعيبه سابق لان لعبت في النادي الاهلي، فيمكن لو قدرنا يعني ما استعرضنا كده الفريق، لا يعني عندهم اكتر من عنصر مميز في الفريق، فنامل النهارده نشوف مباراه تليق باسامي اللعيبه اللي سبق ليها لعب في النادي الاهلي. وزي ما قلنا هي المباراه مهمه لنادي الزهور اكتر من النادي الاهلي، ان هم بينافسوا على المركز الثالث، يمكن هو الموضوع بعيد شويه بس هم ياملوا ان هم ياخدوا شوط من النادي الاهلي، برضو لعبه الاشواط في الاخر ممكن تكون في صالحهم، نتائج المباريات الاخرى برضو ممكن نادي هليوبليس يتعثر في مباراه، فالموضوع يمكن هم لحد اخر لحظه هم عندهم امل، بجانب كمان ان خلاص يعني خلاص دوري المجموعات قرب ينتهي، ناقص 3 جولات فيه بخلاف مباراه النهارده. نعم، فهم ياملوا ان هم يعني يحاولوا يحسنوا من ترتيبهم العام، حتى لو ما قدروش ان هم يوصلوا للمراكز ال 12 المتقدمه في نهايه الدوري، يبقى برضو نقاطهم كويسه ان هم يقدروا ينافسوا برضو، ما يبعدوا عن الهبوط شويه في الدور الثاني. اذا دوافع الظهور ما زالت موجوده، يعني لو ما كانش يكسب مباراه ياخد شوط، يعني دوافع موجوده. طب كابتن ليك تعليق على قائمه الظهور؟ لا قائمه طبعا اضافت لنادي الظهور ناس كتير قوي، يعني لوخا دوت لعب من ناشئين الزمالك، لعب في سموحه، لعب في الشرقيه للدخان، عنده خبرات كتير. محمد عبد الرحمن طبعا من النادي الاهلي او من ناشئين النادي الاهلي، في خالد شاهين دوت كان بيلعب في نادي الشمس. نعم، وبرده يعني عندهم خبرات لعيبه. محمد بخيت طبعا بلي ميكر نادي الاتحاد اساسا، واضاف طبعا هيضيف طبعا النهارده في ماتش محمد بخيت لعيب بلي ميكر كويس ما شاء الله. طب طيب خلينا نروح ل يعني احنا استعرضنا القايمه كده، خلينا نروح لمشوار الاهلي. يعني يمكن الساده المشاهدين اللي ما تابعوش او بيتفرجوا النهارده علينا لاول مره، النادي الاهلي لعب 6 مباريات في المجموعه الاولى اللي بيقع فيها النادي الاهلي. المشوار مع حضراتكم على الشاشه وهنستعرضه كمان مع كابتن نشأت. اتفضل يا كابتن، المشوار والنتائج. وطبعا النادي الاهلي في الجوله الاولى 3-0 على النادي الاعلاميين، نادي لسه طالع من تحت. الجوله الثانيه على نادي الزهور 3-0. الجوله الثالثه على الاتحاد اسكندريه البترول بنتيجه 3-0. كل ده فوز طبعا للنادي الاهلي 3-0. الجوله الرابعه على هليوبلس 3-0. الجوله الخامسه على سبورتنج 3-0. الجوله السادسه على الاعلاميين برضو 3-0. اذا هي 6 جولات نظيفه، 6 جولات نظيفه للنادي الاهلي، مش ما هو متعود على المكسب، ومكسب يعني ومكسب نظيف. طبعا مكسب بشرف. طب كابتن برضو كريم، اجل حضرتك مشوار نادي الزهور برضو محتاجين نستطلعه مع الساده المشاهدين عشان نعرف حتى المنافسه جوه المجموعه اخبارها ايه. اتفضل يا كابتن. يمكن نادي الزهور بدا مباراه الجوله الاولى بالخساره امام نادي سبورتنج بنتيجه 3-1. نعم. في الجوله الثانيه خساره امام النادي الاهلي بنتيجه 3-0. في الجوله الثالثه الفوز على نادي الاعلاميين بنتيجه 3-1. في الجوله الرابعه الخساره امام نادي هليوبلس بنتيجه 3-0. في الجوله الخامسه الفوز على في الجوله السادسه الجوله اللي فاتت الخساره امام نادي سبورتنج 3-0. يمكن نادي الزهور ابتدى بدايه قويه وبعد كده يمكن المستوى قعد بعد كده، وده وضع طبيعي لان هم مجموعه من اللاعبين جداد لسه بيلعبوا مع بعض، محتاجين مباريات. اتصور ان هم حتى في الدور اللي بعد كده، وخليكم فاكرين كان ان شاء الله ممكن يعني ترتيبهم يتحسن، لان مع الماتشات اكيد الدنيا بالنسبه لهم احسن كتير. اكيد طبعا. طب كابتن خلينا نرجع لقائمه الاهلي اللاعبين، وهم دلوقتي اللاعبين اللي معانا هم 14 لاعب. مظبوط القايمه بتاعتهم 14 لاعب. شايف النهارده يعني كابتن، يعني النهارده في عوده المصابين اكيد، عندنا النهارده احمد صلاح، عندنا يوسف مرجان، لا احمد صلاح، عندنا محمد معوض وحسام يوسف. عندنا معوض، كل دول مصابين رجعوا اكيد. شايف النهارده ممكن كابتن ميدو يعني هل يلجا زي المره اللي فاتت نزل عبد الله عبد السلام مع مجموعه من الناشئين، ولا الاول هينزل بكل قوته يضمن المباراه
وما عاد يفرق كلمته او يقول ان انا نازل يعني بقوه، ولا رايك ايه؟ احنا زي ما قلنا طبعا الدور الاول دي يعني زي ما بيقولوا كده حصص تدريبيه في النطاق الرسمي للنادي الاهلي، فيمكن كابتن محمد مصلحي ميدو بيحاول ان هو في المباراه الدور الاولاني يشرك اكبر عدد من اللعيبه. وبالتالي احنا شفنا في الست جولات اللي فاتوا ان يمكن ال 12 او ال 14 لعيب كلهم بيشاركوا في كل المباريات، بيدي لكل واحد في الوقت المناسب ليه ان هو يشاركه. يمكن المباراه اللي فاتت كان نجم الفريق زياد اسامه لعيب في مركز 2 كان توب سكور في الماتش، فالنهارده يمكن كابتن احمد صلاح عودته النهارده فطبعا هياخد جزء كبير من المباراه، ممكن يشرك اللعيبه الصغار السن برده. فيمكن كابتن محمد مصلحي بيحاول ان هو يعتمد في الدور الاولاني ان هو يشرك اكبر عدد من اللعيبه، فبالتالي احنا لما نيجي نخلص ال 10 مباريات بتوع الدور الاولاني هتكتشف ان كل اللعيبه شاركت في المباريات، وده مكسب، وده طبعا هدف كابتن محمد مصلحي ان هو يكون عدد الفريق ككل للدور اللي بعد كده، ان يكون واقف على الحاله الفنيه والبدنيه والنفسيه للعيبه كلها. فيمكن مباراه النهارده برده هنقدر نشوف اكتر من عنصر في المباراه. وزي ما قلنا النادي الاهلي عنده 14 لعيب، ال 14 لعيب هم كلهم اساسيين ويقدروا يلعبوا، صحيح اكيد ما بنتاثرش بغياب حد في كل مركز، عندنا لعيب واثنين وثلاثه. فالنهارده ان شاء الله هنشوف باذن الله يعني القوام الاساسي للفرقه هيكون بادئ طبعا، وهيحصل تغييرات طبعا خلال سير المباراه ان شاء الله. كابتن نشأت يمكن مش بس نتيجه المباراه هو المكسب الوحيد اللي بيدور عليه كابتن محمد مصلحي ميدو، ولم يكن هذا هو طبعا الاساس ان انا اكسب، بس اكسب ويبقى في مكاسب ثانيه واهمها زي ما كابتن كريم قال وزي ما اتفقنا كلنا هو اللعيبه الصغيرين. شايف النهارده يبتدي بيهم كابتن ميدو من وجهه نظرك، يعني هل يبتدي بيهم؟ هل يضمن المباراه الاول وبعد كده يبتدي يطعم الفريق بيهم؟ يعني شايف الدنيا تمشي ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ انا من وجهه نظر ان كابتن ميدو بياخد الماتشات كلها حاجه واحده، ما عندوش ضعيف وما عندوش قوي، بيبتدي جامد حسب سير بقى المباراه. هو دلوقتي عندنا بس هو زياد اسامه من الناشئين هو اللي موجود في التشكيل، نعم، فاظن ان هو يبدا باحمد صلاح على طول، حس ان احمد لسه شفائه ما التئمش هيبتدي يدعم بزياد، لكن كابتن ميدو بيبدا قوي على طول على طول. ويمكن النهارده احنا عندنا عوده مصابين، يعني يمكن الهدف الاسمى النهارده او الهدف المين تارجت للكابتن محمد مصلحي ميدو اللي انا شايفه هو تجهيز المصابين. يعني يمكن المباراه اللي فاتت شفنا كان في 4 صغيرين مشاركين، مظبوط، وكان الهدف الاساسي يعني يشاركهم. النهارده لا، النهارده الهدف بقى ان هو يقف على حاله المصابين، العوده عودتهم اخبارها ايه بالظبط مع التطعيم بزياد اسامه، تمام. يعني الهدف النهارده اتغير شويه عن المباراه اللي فاتت. اكيد هو عايز يطمن دلوقتي على لعيبته المصابه دي، هل تمام لسه مصابين قادرين؟ فهو كابتن ميدو برضو يعني بيحب يطمن على لعيبته اول باول، يعني تليفونيا نفسيا، فاكيد هيطمن على اللعيبه دلوقتي ويشوف معوض ايه ظروفه. صلاح حسام يوسف وطبعا ممكن يدفع بزياد، ممكن المباراه اللي جايه نلاقيه يبتدي يعني طعم بالناشئين اكتر، يعني مزبوط. كل مباراه بيبقى ليها هدف، ولكن من التشكيل كده اللي احنا شايفينه الهدف هو تجهيز المصابين اكيد طبعا، وبيبقى جميل. خلي بالكم برضو يعني بيبقى حلو ان احنا نتابع الفرقه عن قرب، يمكن الكلام ده كان كل السنين اللي فاتت بيحصل واحنا مش شايفين عشان ما كانتش المباراه بتتذاع، مظبوط، بس احنا النهارده احنا حريصين ان احنا نذيع المباراه ونبقى قريبين من فرقتنا، فبدانا ناخد بالنا من اللي بيعمله. يعني كنا دايما يا كابتن خليكم لو تفتكروا كنا دايما نحتفل في النهائي، برافو عليك، نحتفل في النهائي ونفس مبسط قوي بتاع، ما نعرفش المشوار الطويل، كواليس اللي ورا احنا ما نعرفش عنها اي حاجه فعلا، برافو عليك يا كابتن. الكواليس الطويله اللي هي احنا بنقولها دلوقتي، الماتش اللي احنا دلوقتي بقينا عايشينها، والساده المشاهدين بقوا عايشينها معانا، يمكن هم بقوا مع الفرقه يعني بالظبط، يعني من اول فتره الاعداد، المباريات الوديه، المباريات الدور التمهيدي، فيمكن بقوا عايشين مع الفرقه. يعني ان شاء الله لحد لما نوصل للنهائيات ونتوج ببطوله الدوري، فالناس لا عايشه من اول ما بدانا بدايه الدوري لحد ان شاء الله النهائي، لان ما بيجيش الناس بتقول لك اصل يعني يقول لك اصل النادي الاهلي ملوش منافس، لا ما هو ملوش منافس عشان اللي احنا بنعمله ده، عشان النادي الاهلي بيعمله ده بالزبط. مش عشان ملوش منافس، عشان لا، النادي الاهلي بيخطط في استراتيجيه ماشي بيها. يعني الماتش اللي فات كان فيه هدف، شارك اكبر لعيبه من الناشئين، النهارده الناشئين قالوا شويه ولكن زود المصابين، عوده المصابين طمن عليهم، مزبوط. قد يكون المباراه اللي جايه فيه هدف ثالث ما نعرفوش، فهو ده النادي الاهلي اللي بيدور. كابتن ميدو كمان في حاجه ان هو بيحب يصنع لعيبه، نعم، فعنده ناس ناشئين طالعه بيجرأهم، صحيح. بيفيدوا الفتره بتاعتهم، بيفيدوا فرقهم بعد كده لما ينزلوا، صحيح، لان هو يشيل فرقته. يعني زياد اسامه دوت لعب 19 سنه، لما ينزل هينزل حاجه تانية خالص بالظبط. اعزائي المشاهدين، استاذ حضراتكم كباتن، خلاص هي دقائق وتنطلق المباراه، خلينا نروح لارض الملعب طبعا صاله الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن عزب الشرباجي، نقل لحضراتكم احداث مباراه الكره الطائره الاهلي والظهور، ولكن الاول هنطلع لفاصل وبعد كده هنطلع على طول على المباراه، خليكم معانا.